نفسك والوالدين والغير. نعلى باللايك يا غالي معاك في ان احنا يبقى جمهورنا الاهلي يعمل حمله على الفيفا من خلال تويتر ويعمل ضغط على صفحات الفيفا. معاك ولازم جمهور النادي الاهلي العظيم يعبر عن غضبه من عنصريه الاتحاد الدولي. وانا دايما بقول ان جمهور النادي الاهلي هو اللاعب الاول، هو اللاعب الاول للنادي الاهلي، مش رقم 12، لا ده اللاعب الاول. النهارده لو جمهور النادي الاهلي عمل ضغط على سوشيال ميديا الاتحاد الدولي لكره القدم ووصفه بالعنصريه بسبب هذا القرار، سيتراجع الاتحاد الدولي، سيتراجع. دي عنصريه عنصريه عنصريه، فش هزار، عنصريه على طول. انت بتتعامل مع افريقيا على انها مواطن درجه ثانيه، ما بتتعاملش مع افريقيا على قدم المساواه مع باقي القارات، ودي كارثه. انت بترجع بالحياه كلها الى 100 سنه ورا ولا 150 سنه ورا. دي عنصريه شديده. الباشا ابو برنيطة مش صاحب فضل على الاسمران الجميل ابو ضحكه ترد الروح، لا لا لا، كلنا سواسيه. فهذه عنصريه الاتحاد الدولي. لايك وشير وصلي على الزين. اعلى باللايك يا غالي، لايك للفيديو يا غالي، لايك للفيديو عشان نثبته. هقول لك على اعتذار الغندور دلوقتي. حاضر، هقول لك على اعتذار الغندور. اول مره بشوف خالد الغندور بيعتذر، اقول لك عليه. بس نعلى الاول باللايكات. اضرب اللايك يا غالي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ايوه نعلى باللايكات عشان نوصل لاكبر عدد ممكن باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. قبل ما اخش معاك في خالد الغندور واعتذاره التاريخي اللي خطفه كده في قناه الزمالك، خطفها كده براوليه من غير ما يقف ويوضح، وهذا الكلام له دلاله خطيره، لازم اقول لك على ان الدكتور احمد ابو عبل، احمد ابو عبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، قال نفس الكلام اللي قاله اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار انكل ابو المقاطي زكي بالامس. ان مشوار ايمن اشرف مع المنتخب الوطني في كأس العرب انتهى خلاص، مفيش فرصة ان ايمن اشرف يرجع يشارك في مباريات منتخب مصر في كأس العرب، لا المشوار انتهى، جود باند جود لك، خلص المشوار. ليه؟ الاصابة هي جزع في الرباط الداخلي للركبة وبتحتاج الى حدود شهر ونص، وكلها علاج طبيعي ليس فيها تدخل جراحي، فبالتالي باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه. لكن ده النهارده اعلنه الدكتور احمد ابو عبد، لو قال استحاله يلحق مباراه الصوب، استحاله يلحق مباراه الصوب، ودي ازمه كبيره، ازمه كبيره. ليه؟ ايمن اشرف لعيب جوكر، عنده حلول يلعب في عده مراكز، يلعب لك مساك، يلعب باك ليفت، يلعب وسط ملعب. انت النهارده بتخسره في الوقت اللي خسران فيه علي معلول، هجي لك وقال ايه على علي معلول؟ طيب مين يلعب مكانه؟ عندك ياسر ابراهيم يلعب بجوار المغربي بدري بنون وربنا يحفظه في كاس العرب، عامل بطوله رائعه، او يلعب رامي ربيع، وارشح لك بدري بنون. لا، محمود متولي بعيد 3 4 كيلو، محتاج محمود متولي ده يذبح ويشوف له شيخ يرقيه، لانه محسود ولا معمول له سحر ولا اي حاجه، دنيا يعني غالبا محسود، يعني العين حق والعين اقوى من السحر، خلي بالكم. فده محتاج حد يعمل له رقيه شرعيه ولا حاجه، عشان العين اللي هو واخدها عين جامده، ودايما بيخرج من اصابه لاصابه من اصابه لاصابه من اصابه لاصابه، ماشي. رغم ان هو كان جاي كان كمال كده في ضبط ايقاع دفاع النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لايمن اشرف. اللاعب الثاني اللي قال انه في تحسن مستمر هو الورقه الرابحه والقضيه ممكن محمد مجدي قفشه، قال عليه الدكتور احمد ابو عبله انه بيخضع لاختبار طبي يحدد موقفه من المشاركه في تدريبات المنتخب. ما هوش موجود في المنتخب طبعا، لا يشارك في التدريبات، لكن قال لك بيخضع للاختبار الطبي، فبالتوفيق باذن الله. فقفشه في امل انه يلحق مثلا المباراه النهائيه، لكن في امل كبير انه يشارك في كاس السوبر الافريقي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى يتواجد في السوبر الافريقي محمد مجدي قفشه. طيب قال فيما يخص دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، قال فيما يخص علي معلول نجم النجوم والظهير الطائر ونجم منتخب تونس، قال ان علي معلول قال ان حصل تواصل بينه وبين الجهاز الطبي في منتخب تونس بعد، وقال ان علي معلول عمل اشعه رنين والمساله فيها شد خفيف في العضله الضامه، شد خفيف في العضله الضامه، لكنه لم يبدا المشاركه في التدريبات ويغيب غدا عن مباراه منتخب تونس في الدور ربع النهائي. وبالمناسبه اللي هيكسب من تونس و اظن سلطنة عمان هيلاعب منتخب مصر، والفاز بمنتخب مصر والاردن، وتعاملوا مع هذه المباراه باحترام لمنتخب الاردن،
ناس بتعامل على انها كسبانه الماتش. لا لا لا، منتخب الاردن منتخب محترم، والكره تعطي من يعطيها ومن يحترم. فتونس هتلعب بكره الساعه 5 هي وعمان، والفائز منهم هيلاعب الفائز من منتخب مصر، والاردن اللي هيلعبوا يوم السبت. فعلي معلول حتى الان ليس متواجدا في تدريبات المنتخب التونسي، يعني لن يشارك في هذه المباراه. وهذا ما اكده الدكتور احمد ابو عابد، قال انه لم يتحدث موقفه من المشاركه مع منتخب تونس، وان المساله شد خفيف في العضله الضامه، دي نفس الاصابه اللي كانت لحقت بيه في مباراه غزل المحله. والكلام اللي قاله النهارده الدكتور احمد ابو عبله هو نفس الكلام اللي قاله اسطوره اليوتيوب وعلى ما وراء البحار انكل ابو المعاطي زكي صاحب افضل برنامج اونلاين في الوطن العربي. جايزتنا اهو، ده وشوشه العام الماضي اهو، في استفتاء وشوشه العام الماضي، وده وشوشه عن هذا العام عن الشرق الاوسط اهو، وده الفضل لله ثم للجماهير اللي تتابع انكل ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب وعلى ما وراء البحار. ما حدش يسالني في عالم ما وراء البحار، هي جايه كده، لو حد عرف لها تفسير يبعتولي. بالمناسبة النادي الأهلي سوف يلعب مباراة ودية مع طلائع الجيش اللي يعني ضيع السوبر من النادي الأهلي. موسيماني قال لهم هاتوا طلائع الجيش، هاتوا طلائع الجيش، مش هنقضيها بقى فرق درجة تانية أو درجة تالتة. مباراة يوم السبت إن شاء الله الساعة 4 في استاد الجيش في كوبري القبة، مباراة مهمة للنادي الأهلي للوقوف على قدرات وامكانيات لاعبيه بعد عدد من التدريبات، وباذن الله يطمن بيتسو موسيماني، يطمن بيتسو موسيماني على لاعبي فريقه ان شاء الله، ويؤدوا اداء جيدا ويسعد به الجميع. بالمناسبه إن لازم برضو الشيء بشيء يذكر، طالما ذكرت وشواشه لازم اقول ان نجم من نجوم وشواشه كابتن ايه المطرب الشهير الاستاذ حكيم اللي هو بتاع افرض مثلا يعني، واحد من اعظم الفنانين في مصر واعظم المطربين واللي شارك في بطولات رياضيه عظيمه، سيكون متواجدا في حفل افتتاح كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. سيكون متواجدا في افتتاح حكيم. طبعا واحد من الناس اللي يعني احتفوا بانكل ابو المعاطي زكي وبيتابعني، ده ليا فخر، هو والاستاذ ماجد المصري والاستاذ عاصر الحلاني، كل الناس اللي موجوده في الحفله يعني، كله بيتابع انكل ابو المعاطي زكي، حتى حمو بيكا بيتابع ابو المعاطي زكي. ليه؟ كله عاوز يعرف الكوره، عاوز يعرف الخبر الصادق والراي الحر والجريء، فبيتابع ابو المعاطي زكي. فكده يعني، فحكيم يعني ان شاء الله يبقى موجود، كل التحيه والتهنئه ليه كنجم كبير يشرف مصر في افتتاح كاس الامم الافريقيه في الكاميرون باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، ايوه يا عم، امال ايه؟ مش انا نازل من على الاستديو يالا قابلني الاستاذ ماجد المصري يبارك له، وبعدين حكيم وبعدين الاستاذ عاصي، وكل الناس اتلموا عليا. يالا امال ايه؟ فضل ربك علينا كبير يا ابني، فضل ربك علينا كبير. لا انغام كان نفسي اتصور معاها، مع انها هي الوحيده اللي غنت للنادي. لا ما سلمتش عليا، جت خدت يعني ما عادتش كتير ومش، بس انا بحبها جدا طبعا. سلام وهي بتغني في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي، وانا قاعده مستنيه. الوحيده اللي غنت للنادي، كله قال اهلاوي وزملكاوي، لكن هي غنت للنادي ككيان، كمؤسسه، كهيئه. وعم تقابل حبيبها في النادي، ما تقابلوش بره، يعني كده في وسط الناس. الحمد لله، الحمد لله. لا والله انا كان، لا فنانه انغام بلاش يا سيدي. الاستاذ هاني شاكر، ناس قالوا لي يا استاذ ابو المعاطي انت ازاي تتصور مع حمو بيك؟ هاني شاكر راح غنى في موسم الرياض اللي غنى فيه حمو بيك. يعني هو لو رافض بقى كان قال لي الناس في موسم الرياض، لا ده انتوا ازاي تجيبوا حمو بيك؟ يا جماعة من أخطر ما يمكن الآن الدراما والفن، ده من أخطر ما يمكن الآن إن الزملاء في بعض المواقع بيجيبوا الحوادث اللي حصلت ويقدموها للشباب على إنها أمر عادي. واحدة تقول لك إيه ده أنا قتلت جوزي، ما أنا لو ما قتلتوش كان هو هيقتلني. واحدة تقول لك كان مضايقني قلت أقتله، يعني كلام سهلوا عملية القتل وبيقدموا رسالة خطيرة للأطفال والشباب في عالم الإجرام، في عالم الإجرام. فحكيم هيغني باذن الله في افتتاح كاس الامم الافريقيه. لايك وشير وصلي على الزين وادعي النفس والوالدين والغين. اعلى باللايك يا غالي يكرمك الباري في الشهر الجاري. ايوه يا خالد يا نجيب، قلت لك في الركن البعيد لا، اغنيه من الاغاني اللي بحبها. تعرف انا بحب ايه كمان في الاغاني دي؟ بحب فاتت جنبنا بتاع حليم حافظ. يعني ليا صديق كده لما بشوفه اقول له النبي غني لنا فاتت جنبنا. حلوه جدا، فيها دراما كده يعني حاجة جميلة 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 يعني.
ايوه يا سيد، ايوه يا سيد، ايوه يا سيد. وبحب الفرقه بتاع فرقه الحضر وفرقه ابو شعر، لكن ما بحبش الاخوه، الاخوه ابو شعر لا، ما بحبش الاخوه ابو شعر. فرقه الحضر حلوه قوي قوي قوي، والمنعشلي حلوه قوي قوي قوي. فرقه الاخوه ابو شعر دي ما بحبهاش الصراحه. اه بيغنوا حاجات بس ما بحبهمش، برتاح قوي مع الحضره ومع المنعشلي عادي، ممكن زي الفل، بس انا ما بحبهمش. لكن لا، يا سلام يا سلام يا سلام، في القلب يعشق كل جميل، دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته. انا اقلبها بقى اغنيه يا جماعه. الله اكبر الله اكبر. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك.